تحايا كبرى لكم جميعا. أتحدث اليوم في إطار برنامج رئيس التحرير عن موضوع تغطية هذه الجائحة أو هذه الكارثة بالأحرى التي اجتاحت العالم والمتمثلة في فيروس كورونا. أتحدث من جانب مهني، ولكن المؤكد أن هذا الجانب المهني يهم كل المتلقين، سواء كانوا قراء، مستمعين، مشاهدين. في الإطار المهني نحن نضع 6 مواضيع نعتبرها من الأحداث الكبرى التي تتطلب تغطية خاصة من طرف الإعلام، أو من طرف بالأحرى جميع وسائل الإعلام. هذه الأحداث هي كالتالي بدون ترتيب: الحروب، الكوارث الطبيعية، النزاعات الداخلية، الثورات والاحتجاجات، والأوبئة، ثم احتجاز الرهائن واختطاف الطائرات. هذه التي من الناحية المهنية، هذه الأحداث تعتبر من الأحداث الكبرى التي تتطلب تغطية خاصة من طرف وسائل الإعلام. عندما نتحدث عن وسائل الإعلام، هناك من يقول الآن أن هناك وسائل إعلام تقليدية ووسائل إعلام حديثة. في ظني أن هذا التقسيم ليس علمياً وليس صحيحاً وليس مهنياً. وسيلة الإعلام في نهاية الأمر تنقل معلومات للمتلقي، سواء كان هذا المتلقي مشاهداً أو مستمعاً أو قارئاً، وبالتالي لا يوجد معلومة تنقل عن طريق وسيلة تقليدية ومعلومة تنقل عن طريق وسيلة غير تقليدية هناك أي خلاف في المضمون. كل ما هناك هذه مسائل لها علاقة بالتكنولوجيا، يعني بالتكنولوجيا التي واكبت الإعلام. أعود إلى موضوع الأوبئة الذي يعتبر بالفعل يعني من واحد من أهم الأحداث الكبرى التي تواجه الصحفيين في التغطية. أولا، تغطية الأوبئة فيها الكثير من المخاطر، لأن الصحفي ما في ذلك شك، مصور الصحفي، كل العاملين في العملية الإنتاج المعلومة يتعرضون لمخاطر. هذه المخاطر هي انتقال الأوبئة لهم، كما هو الشأن في تغطية الحروب. نحن نعرف بأن الكثير من الصحفيين استشهدوا وهم ينتقلون إلى ساحات القتال في عدد من مناطق النزاعات في عدد من مناطق العالم. الأمر نفسه ينطبق على موضوع الأوبئة، أو بالأحرى يعني حتى فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية. نفترض أنه صحفي أو فريق صحفي يغطي زلازل، أيضا معرض للمخاطر. لذلك أطلقنا عليها الأحداث الكبرى، بمعنى أن لها مخاطر تفوق كثيرا الأحداث العادية التي هي يعني تحدث في كل منطقة في كل بلد بشكل عادي، ويتم تغطيتها في ظروف نستطيع أن نقول آمنة. فيما يتعلق بالأوبئة، بطبيعة الحال لابد للفرق الصحفية أو للصحفيين الإلمام بطبيعة الوباء ومعرفة بعض التفاصيل العلمية، ولا يمكن الاستقاء ذلك من مجرد ما يتداوله الناس. على سبيل المثال، الآن في كورونا الناس تتداول كم هائل من المعلومات، هناك تدفق من المعلومات، ولكن معظم هذه المعلومات للأسف ليست صحيحة، ليست دقيقة، ليست علمية. المختصون في هذا المجال هم بطبيعة الحال الأطباء، الأطر الصحية، إضافة إلى الذين يعملون في المعامل والذين يعملون على موضوع الجراثيم بصفة عامة وباء الفيروسات. الصحفي لابد أن يأخذ الكثير من هؤلاء، وبالتالي حتى يستطيع عندما يبدأ تغطية كيفما كان نوع هذه التغطية، طالما الأمر يتعلق بالوباء، ينقل معلومات صحيحة وسليمة. دور الصحفي في مثل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية دور أساسي، لأنه في نهاية الأمر
إذا كانت الأطر الطبية والمنظومة الصحية بصفة عامة توفر الوقاية والعلاج لكل الناس، والسلطات الأمنية والإدارية توفر الظروف الملائمة لمحاصرة الوباء، فإن دور الصحفي هو أن ينقل المعلومات للجميع. حالياً هناك حجر صحي ليس فقط في المغرب ولكن في عدد كثير من الدول. مؤكد أن الناس الذين يقبعون الآن في منازلهم يريدوا أن يعرفوا ماذا يحدث، يريدوا أن يعرفوا كيف تسير الأمور، في أي اتجاه، هل هناك محاصرة، هل هناك اتساع لرقعة الوباء. وبالتالي يتم الاعتماد كثيرا على المعلومات التي يقدمها الصحفي. وليس، وهنا أود أن أكون صريحا، عندما نتحدث عن الصحفي نتحدث عن الصحفي المحترف، الصحفي الذي يمارس المهنة باحتراف، يعني ليس الصحفي الذي فكرة التي جاءت من الغرب في فترة من الفترات وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتحدث عن الصحفي المواطن citizen journalist. هذا فكرة الصحفي المواطن لم تعد حتى في الغرب مقبولة. لماذا؟ لأنه الفكرة كانت في البداية أن ينقل الصحفي المواطن، أي شخص ينقل عبر شبكات ومن منصات المنصات الاجتماعية ومنصات التواصل الفوري كل معلومة يعتقد بأنها ممكن أن تفيد من يتلقاها، عن الحي الذي يقطن فيه، عن المدينة التي يقيم فيها، عن البلد الذي ينتمي إليه. ولكن فيما بعد اتضح بأن هذه القناة، قناة تصريف المعلومات عن طريق الصحفي المواطن، أدت إلى انتشار كبير جدا للأخبار الزائفة. وللأسف الآن عندما يتعلق الأمر بحدث كبير مثل انتشار الوباء، هناك مخاوف كبيرة جدا من أن تتناقل الناس، نظرا لسهولة انتقال المعلومة بسبب التطور التكنولوجي، الكثير من المعلومات غير الصحيحة، الكثير من المعلومات الزائفة، وهذا ما يخلق نوع من البلبلة والتشويش، وربما يؤدي إلى حتى انحصار في الإجراءات، أو على الأقل عدم القدرة على محاصرة الوباء. البيانات بالنسبة للصحفي من الجهات الرسمية في الأحداث الكبرى، وأنا أتحدث عن موضوع الوباء أو الأوبئة أو الجائحة كما الآن وصلت الأمور، أي بمعنى أنها وباء شمل كل الكرة الأرضية، مهمة ومهمة جدا. ولكن ليس الاعتماد على البيانات الرسمية أو البلاغات هو المصدر الذي يمكن أن يعتمد عليه الصحفي، وإلا أصبح هذا عملا مكتبيا. إلى جانب البيانات مع أهميتها، إلى جانب البلاغات التي تصدر من الجهات الرسمية مع أهميتها، لابد أن الصحفي يقوم بعمل ميداني من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات وتوظيف هذه المعلومات توظيفا سليما في إطار عمل إعلامي احترافي يفيد المتلقي. وهنا أود أن أشرح مسألة في غاية الأهمية. عندما يتعلق الأمر بالمعلومة، وصول المعلومة بتفاصيلها ليست وقفا على المسموع والمرئي، أي على الإذاعات والتلفزيونات، ولكن الآن التكنولوجيا قدمت لنا الكثير في هذا الصدد. يعني إذا نتكلم عن صحيفة ورقية، نحن نعرف معظم الصحف الورقية الآن أصبحت لها نسخ على الإنترنت، صحيفة إلكترونية الأونلاين نيوزبيبر، وبالتالي يمكنها أيضا أن تنقل الأخبار بالسرعة وبكيفية تصل إلى المتلقي في أقرب وقت. فإذا نحن نتكلم عن منظومة إعلامية وليس عن وسيلة من الوسائل. في بشأن الأحداث الكبرى، وأنا أتحدث كما قلت عن موضوع الوباء، وباء كورونا على وجه التحديد، من الأفضل تماما ليس نقل
من المنصات أو الشبكات الاجتماعية، ولكن بالأحرى هو تزويد هذه الشبكات وتزويد هذه المنصات بالمعلومات التي يحصل عليها الصحفي وينشرها، يبثها على وسيلة الإعلام التي يعمل بها. مسألة أخرى، وهي أن العمل الصحفي عموما ليس عملا مريحا كما يقال. ظروف العمل الصحفي ظروف صعبة، ولكن بما أننا اخترنا هذه المهنة فيجب علينا أن نختار جميع ما يتعلق بها. الحداد الذي يعمل في الحدادة، وهي مهنة تقليدية، يمكن أن تطير شرارة من النافخ الذي يستعمله في معالجة الحديد وتحرق له محله بالكامل. يعني حتى هذه المهنة التقليدية البسيطة لها مخاطرها، وبالتالي أيضا هذا الأمر ينسحب على العمل الصحفي. يعني لا يقول أحد بأنه يريد أن يحمي نفسه من المخاطر ولذلك لا يستطيع أن ينزل إلى الميدان. الآن هناك التوجه، وهناك الآن قرار بأن الصحفي يمكن أن يمارس مهنته بمجرد إبراز البطاقة. هذا ما يدل على أن حتى السلطات مدركة إلى أن دور الصحفي ليس هو العمل المكتبي وليس هو العمل داخل قاعة التحرير، وإنما العمل في الميدان. وأكثر من ذلك، الصحفي يمكن أن يذهب حتى إلى المستشفى، الصحفي يفترض أن يلتقي حتى المصابين ويتحدث إليهم وينقل صورة حقيقية للواقع، لأن نقل الحقيقة هو الذي يفيد في نقل الحقيقة، والمعلومة الصحيحة هو الذي يفيد في اتخاذ أي إجراء، وهو فعلا الذي يفيد في محاصرة الأخبار الزائفة، في محاصرة الشائعات. أود أن أقول أيضا أن في مثل هذه الأمور، أو بمناسبة هذه الجائحة وهذه الكارثة التي تجتاح العالم، لا بد من دورات تكوينية للصحفيين في شتى المجالات. يعني لا يمكن أن تغطي أنت حرب ولا تعرف ما هو الفرق ما بين انفجار لغم وقصف مدفعي، لا يمكن أن تغطي انتشار وباء وأنت لا تعرف ما الفرق بين الفيروس والجراثيم، لا تعرف ما الفرق ما بين هذا المرض وذاك المرض، لا تعرف الفرق بين بعض الأدوية التي تستعمل، وهي بعض الأدوية الأساسية التي تستعمل في محاصرة الأوبئة أو في علاج الأمراض. الآن على سبيل المثال، الناس يتحدثون عن التلقيح. كل التقارير العلمية تفيد بأنه هناك مساعي جادة من أجل ابتكار وتصنيع تلقيح يفيد في محاصرة فيروس كورونا، ولكن علينا أن نفهم كما يقول المختصون أن مسألة هذا الاختراع يتطلب وقتا قد يصل إلى أزيد من سنة. فهناك فرق ما بين العلاج أي محاصرة المرض، وما بين التلقيح الذي يمنع المرض بالأساس. إضافة إلى ذلك، على سبيل المثال، من المعلومات التي يفترض بأن الصحفيين يركزون عليها أن كل التقارير تفيد بأن 80% من حالة فيروس كورونا هي عبارة عن إنفلونزا، وإنفلونزا حادة. هناك 20% من المصابين تحدث لهم مضايقات على صعيد التنفس، وهذه 20 حوالي 3 أو 4% فقط هم الذين يمكن أن يتعرضوا إلى مخاطر أو يصبحون ينتقلون إلى مرحلة الخطر. مثل هذه المعلومات مهمة جدا للمتلقي، ولكن هذه المعلومات يجب كما قلت أن يأخذها الصحفي من أصولها العلمية، يعني من مصادرها العلمية، وبالتالي يستطيع أن يقدم بالفعل حقائق تفيد هذا المتلقي. عموما
هذا من جهة. من جهة أخرى أود أن أتحدث عن موضوع صغير جدا، وهو يتعلق بكيفية صياغة الأخبار والتقارير الإخبارية المتعلقة بتغطية مسألة انتشار الأوبئة. هنا لابد من اعتماد، نحن لدينا 5 طرق لصياغة الأخبار والتقارير الإخبارية، ولكن لابد من اعتماد القاعدة التي تقول بأنه يجب أن نستهل الأخبار والتقارير الإخبارية بالجزئيات التي تهم أكبر عدد من المتلقين، وهي هذه المدرسة الألمانية في الكتابة التقارير والأخبار. لماذا؟ لأنه ماذا حدث، أو ما هي تطورات الحدث، أو ما هو العنصر البشري، أو ما هي التكهنات وتوقعات مستقبلية، قد لا تكون مفيدة في مثل هذه الحالات، بينما الجزئية أو الأجزاء من المعلومات التي تفيد جميع أكبر عدد من المتلقين، إن لم يكن جميع المتلقين، تلك هي المطلوبة حتى في إطار الصياغة. يعني مسألة حتى صياغة الأخبار والتقارير الإخبارية لا تكون عفوية وتبعا لرؤية الصحفي، ولكن يجب أن تحكمها قواعد وقواعد علمية. في كل الأحوال أظن بأن هذا الأمر، أي انتشار الوباء، يجب أن يكون فعلا هناك له ما بعده، بحيث يستطيع الصحفيون أن يعملوا بطريقة علمية وبطريقة مهنية، وفي نفس الوقت يجب أن يدركوا تماما أن هذه مهنة لها مخاطرها، ومن يختار هذه المخاطر فهو راض. وأنا دائما أقول بأن هي مهنة متعة وليست مهنة متاعب.